البداية إذن. اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية. يقطع الكرة. كرة طولية من الحارس. يحاول تمريرها عبر الدفاع. تسديدة بارعة. والكرة في الشباك. جول. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. يا لها من بداية ناجحة للغاية بهذا الهدف المبكر. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. والآن الكرة ملعوبة للأمام. بصراحة كان في الإمكان أفضل بكثير مما كان. هذه كرات لا تسمن ولا تغني من جوع. على اللاعبين التركيز والاستفادة من مثل هذه الكرات. يلعبوها للأمام. يحاول أن يلعبها بينية ويعود بالكرة إلى الوراء. يعترض التمريرة. لم يخاطر على الإطلاق. كرة على الجانب. مرت الكرة ويرسل العرضية. كرة تعدي. جول. إنهم يحكمون سيطرتهم على المباراة الآن. النتيجة 2-0 الآن. يحاول فك دفاعات المنافس. كرة على الرواق. يخرج الحارس ويمسك الكرة. يلعب كرة إلى اليسار. الكرة للأمام. يحاول لعب كرة بينية غدارة. يلعبها طولية. محاولة يتصدى لها الدفاع. كرة طولية إلى الجناح. لا يمكنه إهدارها من هنا. يسددها بقوة. محاولة جميلة لكن لا هدف. قد تبدو الكرة سهلة لكن العواقب كانت ستأتي وخيمة إذا لم يتدخل الدفاع في هذه اللقطة. يلعبها بينية أرضية. كرة على الأطراف. فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. يلعب كرة بينية. يستغل الفرصة ويسدد ويحرز الهدف. عادوا إلى المباراة الآن. قام بعمل رائع بالسيطرة على الكرة. يواصلون اللعب وأصبح الفارق هدفا واحدا الآن.
كرة طويلة وعالية على الرواح، توزيع على الرواح، لديه الفرصة، قد تكون هذه فرصته، عدت الكرة وباش يسجلوها، كرة طولية إلى الأمام، يحاول فك دفاعات المنافس، يرسل عرضية أرضية، أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. عدت الكرة، دفاع ممتاز في المكان المناسب. بيبي يتعامل مع الكرة بطريقة رائعة. تغيير اللعب على الرواح. يوزع في منطقة الجزاء. كانت التوزيعة غير دقيقة بالمرة. يلعبها بينية أرضية. أعتقد اللاعب كان متقدم، نعم تسلل. بيبي. يحاول أن يلعبها بينية. فرصة للتسجيل. ويسجل الهدف بأناقة كبيرة. أصبح الفارق الآن هدفين. تحرك محاذيا لكتف آخر مدافع، وكان تحركه في الوقت المثالي. يتقدمون بفارق هدفين الآن. فاصل من التمريرات الجميلة. يحاول فك دفاعات المنافس ويلعبها إلى داخل المنطقة. لا لا، لم يكن التحكم ناجحا في النهاية. انطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. بغض النظر عن سير المباراة، يجب أن لا يقبل الفريق المنهزم هدف آخر، وإلا وقتها تكون النهاية لكل الحكاية. هذا هو الرهان، التقدم إلى الأمام لتعويض الهدفين دون استقبال أهداف أخرى. مهمة صعبة بكل تأكيد، لكنها ليست مستحيلة. ويمنحهم ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة، لكن الحكم اختار الجانب السلمي بالتحضير. كرة طولية إلى الأمام. كرة على الأطراف. يوزعها وتصل إلى القائم البعيد. بنوا الهجمة بشكل رائع، لكن اللمسة الأخيرة كانت مخيبة للأمان. ضربة ركنية وتسجيلها يحتاج إلى تركيز وفاعلية. وراسية بارعة موجهة. محاولة جيدة، لكن لم تدخل المرمى. مثل المرة السابقة تماما.
سريع، ومرة ثانية لم ينجح في التسجيل. كيبي هذه رمية تماس. بيبي نالوا رمية تماس. والكرة للمنطقة الأمامية. ضغط قوي وينجح في استعادتها. أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. كل الشكر والتقدير والعرفان وإزالة الخطر من المكان. ممتازة على الرواق الأيمن، هذه عملية واعدة. رأسية، كرة في المرمى. توزيعها جميلة ورأسية أجمل. تحركات عند مقعد البدلاء، أظن أنهم سيجرون تبديلا. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل تصدي. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. تلعب الكرة ناحية اليمين. يحاول لعب كرة بينية غدارة. يلعبها طولية. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. كرة على الجانب. خلق لنفسه المساحة. وينجحون في إبعادها. لديه إمكانية التسديد. أضاعها لكنها كانت قريبة للغاية. يلعبها إلى الحارس. اعتراض جميل وفي وقت مثالي. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. يصفر الحكم، اعتقد انه يحتسب المخالفة. ورقة صفراء مستحقة.
تغيير اللاعب على الرواح. عرضية موجهة إلى القائم البعيد، أزالوا الخطر مؤقتا. يواصل الحارس تألقه، يوزعها عند نقطة الجزاء. الدقة مطلوبة في تنفيذ الكرة. كرة على الرواق، التوزيعة ملعوبة. يمسك الحارس الكرة، واندفاع كبير، استخلاص ناجح، تدخل ممتاز وسليم بدون اخطاء. توزيع ناحية اليمين، مخالفة صحيحة. يتحرك بمفرده ويلعب عرضية، لن يحقق أي استفادة طالما ليس هناك تفوق عددي في المنطقة. يحاول أن يلعب بينية، فرصة للتسجيل الآن من هذه الركنة. يضع الحكم يده في جيبه ليخرج له البطاقة الصفراء. الرأس، هذه الكرة تدخل المرمى وجول. يا لها من إثارة ودراما كبيرة قبل النهاية مباشرة. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. تساوى الفريقان مرة ثانية في الدقائق الأخيرة. فاصل جميل من التمريرات. والحارس يلعبها بعيدة عن مرمى. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. يا لها من مباراة ممتعة للمشاهدين المحايدين. أهداف غزيرة للفريقين، ورغم هذه الأهداف الكثيرة لم يتمكن أي فريق من تسجيل الهدف القاتل. التعادل في عالم كرة القدم دائما ما يكون بنتيجة مقبولة، فاحتسام النقاط يكون